الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما قل الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه
أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يا مرحبا، اهلا وسهلا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا على رسول الله.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتخدا واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
الجبور. يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن هنيئا لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون
فيها من أساور يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا اني هادي في ايه بس بس بتشد بشعره ولا حاجه عليك يا مولاي عليك يا رب واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي
صلى على حضر جمال النبي. الحمد لله الحمد لله. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يخاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله Oh,
صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة تلاها عليكم علم من أعلام دولة القرآن الكريم كروان الإذاعة المصرية ملك المقامات وقارئ الإذاعة الأول الدكتور عبد الناصر حرك الذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والوصيات الدينية. الهندسة الصوتية والضوئية وفخر قصور ضيافة المتحركة بمحافظة التقهرية دارة المهندس رامي فودة المقيم بكفر الترعة الجديدة مركز شربين محافظة التقهرية. وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا ودائما وابدا البقاء لله وحده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm gonna get it,